عمل موف اون من غادة عادل. مين هي دنيا عبد المعبود زوجة مجدي الهواري الجديدة؟ هل هي هتبقى متقبلة اني انا ستيل بحبك؟ مجدي الهواري عمل موف اون من غادة عادل، وبعد ما طلع وقال عليها حب عمره ومستحيل يتجوز بعدها وعايز يرجع لها، فاجئ الجمهور امبارح بخبر جوازه من مصممة الازياء الشهيرة دنيا عبد المعبود. يا ترى ايه الحكاية؟ النهاردة صحي الوسط الفني كله على خبر زواج المخرج الشهير مجدي الهواري على الستايلست ومصممة الازياء دنيا عبد المعبود. لكن الغريب مش خبر الجواز اللي فاجئ الكل، الغريب ان مجدي الهواري كان طلع في برنامج قبل كده وقال ان هو عمره في حياته ما حب غير غادة عادل، وان هي حب حياته من اكتر من 20 سنة. هل هي هتبقى متقبلة اني انا ستيل بحبك؟ وان هو حبها من اول نظرة، وحتى بعد ما حصل بينهم خلافات وقرروا ينفصلوا فضل يحب غادة وكان بيتمنى يرجع ليها مرة تانية. بس غادة ما وافقتش وقالت له خلينا صحاب عادي، بلاش نرجع لبعض، بالرغم من قصة الحب الكبيرة اللي بينهم واللي أثمرت عن إنجاب 4 أبناء. وطبعا كان الكل بيتكلم بقصة الحب الكبيرة اللي بينهم دي. اتفاجئ على خبر انفصالهم وطلع مجدي في برنامج مع غادة وسألته ما اتجوزتش ليه بعد انفصالنا؟ قال لها عشان لسه بحبك واللي هتجوزها مش هتتقبل حبي ليكي. هل هي هتبقى متقبلة اني انا ستيل بحبك؟ ومش هتجوز واحدة غير لما انت توافقي عليها وتعجبك. ومن وقتها بقى الكل بيتكلم عنهم وان هم فعلا ضربوا مثال للنهايات اخلاق، وبتستمر صحوبيتهم بالرغم من انفصالهم لحد ما نصحى على خبر جواز المخرج الشهير مجدي الهواري من الستايلست ومصممة الازياء دنيا عبد المعبود. ومن وقت انتشار خبر جواز المخرج مجدي الهواري والكل بيسأل عن عروسته الجديدة واللي قدرت تنسيه حبه لغادة واللي استمر لاكتر من 20 سنة. دنيا عبد المعبود هي مصممة أزياء في الوسط الفني، شاركت في أكتر من عمل فني منهم مسلسل حدث بالفعل وإلا أنا وفيلم وش في وش ومسلسل ونحب تاني ليه. يعتبر أول عمل ليها في مسيرتها هو فيلم بنات العم سنة 2012 بطولة أحمد فهمي. اتجوزت من مدير التصوير كريم أشرف واشتغلت معاه في أكتر من عمل، أبرزهم مسلسل لآخر نفس بطولة ياسمين عبد العزيز ومسلسل 30 يوم بطولة آسر ياسين. عندها بنت اسمها تيا ولسه طفلة صغيرة من زوجها الأول كريم أشرف. اشتغلت مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في أكتر من عمل زي ضرب نار، وبتعتبر من أصدقائها المقربين. آخر أعمال دنيا عبد المعبود كان مسلسل حدث بالفعل اللي بيعرض حالياً على المنصات الإلكترونية. بيعد فيلم وش الوش بطولة الفنانة أمينة خليل آخر أعمال دنيا عبد المعبود كستايلست، والعمل حقق نجاح كبير جداً، والفيلم من بطولة محمد ممدوح، أنوشكا، محمد شاهين، أسماء جلال وعدد تاني من الفنانين، والعمل من إخراج وليد الحلفاوي. ودي كانت أبرز المعلومات عن زوجة المخرج مجدي الهواري الجديدة. ومن وقتها الجمهور بيسأل هل هنشوف غادة في فرح مجدي الهواري ولا مش هتحضر، وبكده تكون انتهت الصداقة اللي بينهم. ده اللي هنشوفه في حفل الزفاف. هل هي هتبقى متقبلة اني انا ستيل بحبك؟